أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة الوطنية يقدم. إيوة كمل لي يا سي عبلادي، فين خليناها؟ خليناها في يد الله. ونعم بالله، ولكن كمل لي. أعمل حاجة. ما هي؟ كمل من عقلك. كمل من عقلك، كمل من عقلك، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد عاطفي، إخراج الهاشمي بن عمر، إنتاج الإذاعة المغربية. الحلقة الثالثة. عبد الهادي صباح الخير، الفطور راه واجد. ويلي شفتك كتكمي على الصباح. ما عندي سهية لا الفطور ولا الغيره. ياك لاباس، البارح دخلتي معطل ومسخسخ وما بغيتش نسولك وخليتك تنعس على راحتك. البارح ملي كنت راجع من عند الحاجة كريمة نصاب كون غير درت بريك وما مشيتش، درت حادثة، خرجت في واحد كان ماشي في وسط الطريق سكران، وانا كنت سرحان كنخمم. وفاش كنتي كتخمم؟ احكي لي، راك هولتيني. الموضوع طويل زينب، من بعد ونحكي لك. دابا خصني نمشي نصبح على الكوميسارية ونشوف اش غنديروا معايا. صبر نمشي معك، حالتك ما عجبانيش. لا لا لا، راني قاد بشغالي. عارفة، غير تخلعت عليك وعمرني ما شفتك في هاد الحالة، كنتي على الأقل تخبرني بالتليفون. إوا ما يكون غير الخير إن شاء الله، أنت ما عليك ذنب. لا واه، عندي شوية ديال المسؤولية، كنت منتبه، كون حبست قبل ما نصدمو. الإنسان مسير ماشي مخير. المهم، سلامات الساعة. بالسلامة، وما يكون غير الخير إن شاء الله. أرا سيب لها ديارة، صورتي الوثائق كلها؟ يا سيدي راه كل شيء في هاد الانفولوب. أمدرا كان شي خبر؟ ما كان غير خبر الخير، السيد رفاق من القلبة عنده غير شي تهريسة بسيطة في دراعه، المهم رحنا استمعنا له ودرنا معه اللازم. ماذا بيا نشوفه سيدي؟ ما كان مشكل، ولكن وقع لي بعدا في المحضر. أخا السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو السيد اللي تضرب البارح في شارع النسيم؟ اي انا هو. اي درعي حيدتك على الفرش راه كتفافعني. شكون انت سيدي؟ البوليس يلا عاد خرجوا من عندي وشخشخوني بالاسئله، علاش وكيفاش وانا مريض كنموت. والله حي ما تشكلش على الفرش. صافي 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 صافي، انا هو السيد اللي ضربك البارح. وكتقولها بوجهك حمر؟ دابا قال لي عنده شي حديده كيبقى يدرن في عباد الله بلا موش بلا شرع، ولا المسكين ما عندوش الحق في الطريق. اسيدي انا راه ما جيتش باش نتخاصم معك، انا جيت عندك باش نشوفك ونطمئن عليك. يا والله السورانس مالها؟ شحال غادي تعطيني؟ العطي الله اعطي الله كنعرفوها. دابا قتلوا بنادم وتقولوا مكتب الله؟ انا راه حقي والله ما ندوزو. انا نبت ما نخرج من هنا حتى يعطيوني رزقي. حل حيدي حيدي يدك على الفراش راه كتفافعني. لا حول ولا قوه الا بالله، رزقك الا عندك راك غادي تاخذه، ولكن ماشي دابا، حتى تدوز القضيه في المحكمه ويحكم القاضي. يحكم عليا القاضي؟ علاش درت؟ كنت مظلوم ولي ظالم؟ ايوا هادي وحده اخرى هادي. عيط يا والله. اسي اسي اسي، انت راه ما درتي والو، انا هو السبب. ايوا ملي انت هو السبب واعترفتي بنفسك، ايوا خلصنا اخويا. دابا نفرن نهرب من هنايا ونسمح في الجمل وما جمل وندور معك واخا ونخلصك. لا على ود لاسورونس ديالي هي اللي غادي تخلصك، انا ما تستني غير ندير لك محامي اللي ينوب عليك. الله يدير بحسابك. يلا اخويا يلا دور معايا، راه والو خوك ربنا خلق فينا. هاك هاد البركه الله يعفو عليك، ونصيحه بعد من الخمر والمخدرات راه ما فيهم نفع. اي والله يعفو على الجميع، راه حتى واحد ما جبرها كيف بغى الا مولاها. لا واه لا واه لا واه، ربي سبحانه وتعالى عطى البنادم العقل باش يفكر وما يرميش نفسه للتهلوكه. قرو 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 دي طاي دي طاي، قرو اللي راسو ضرو. سعيد فين الجم؟ أطول طول شي مرتال حتى من بعد نخلصك. الطلق ممنوع صاحبي والعتاب مرفوع والرزق على الله. هاي هاي هاي، وهدي عندك أيك ما عادك خالي محمد. وي ومعلقها في الباب بخط عريض، كانت جاها صباح مساء حتى حفظتها. أطول صاحبي وخلينا من الهضره الخاويه،
اعطينا نكمي ونتكمى ورا الصباح هذا، راه بغينا زعما نحلوا العوينات ورا الصباح تلقى صاحبي محشوماش. اخي حسين راك عارف هذا هو القرو الخامس. وصاحبي شحال قوات فيك ديال الهضره، راه غير نبيع واحد البياسه حيه ونعطيك الزايد، راك تعرفني يا صاحبي. كاينه يلا هاك وعقل، راه هذا هو المرتل الخامس. اي توب عليك الجميم. اهيا سعيد احنا انتك جايه، امي رحمه مسكينه ديما كتوصيني عليك، وحتى لاخوك كريم. كريم وفين شفتيه؟ وكريم ما شفتوش، غير جابت الهضره وخلاص. يلا تهلا لي فراسك الجميم. بلاتي فراسك شي حاجه ولد الذين، ياك انا فراسي ما في يدي. شوف هادوك الفلوس صافي يشريهم غلاو ولا عطيهم ليه. يتوب عليك. اش كاين تاني؟ علاش مجموعين؟ لميمه لمن غادي يعطي الغله؟ بغيت نقول الزوان لواحد الكنار شريته وخليته عنده باش يروى من هادوك اللي عنده. علاش لانت كامي فين غادي في هاد الصبوحي؟ لعند شي ناس. اسمع ولدي، الا ما رجعتش بكري شري الخبز وسخن الغدا وكل انت واختك، وما تنساونيش. وملي نرجع ان شاء الله انا راه عارفه شغلك. واخا الوالده الله يديرها لي الزمان وصافي. والله وكانت عندي شي خديمه د الربح لا خليتك تجلوق عند اللي يسوى واللي ما يسواش. مصابكون يبقى خويا حمزه بالحياه، بعدا كندبر علينا المصروف، وكان كاع ما خرجت انا من القرايه. حرام عليك يا ولدي سعيد، حرام عليك، ما لقيتي وقتاش تجبد لي هاد الهضره غير دابا. راه ملي كتجبد عليا هاد الهم قلبي كتشعل لي فيه العافيه. صافي يا امي ما صافي، سامحيني والله انا ما كاع نعاود نفكرك بهذا الشيء. ما كاين باس، رد بالك وحدي راسك من الخوت. ها وعندك تقرب للقارو، راني خايفه عليك منه يا ولدي. اكوني هانيه الوالده، حتى واحد فينا ما يقرب ليه، لا يا انا ولا خويا كريم. كريم على ولدي عالم الله فين هو دابا، ما عندك بعدا حتى شي خبر عليه؟ لا ما عنده باس، غير تهنا يا الوالده ما عنده باس. ما عنده باس ايوا، غير قول عارفه فين كاين. لا ما عارفش، ولكن قلبي مهني عليه. سعداتك يا ولدي، ماشي بحالي انا راس المحاين. ورد بالك يا ولدي الله يرضي عليك، وإلا عرفتي فين كاين خبرني بسلامة هاد الساعة. وكوني هانية الوالدة الله يسهل عليك وتكيسي على صحتك عاوتاني. يا لطيف يا لطيف على الدخان وعلى وسخ، فين عايشين هاد الناس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يخليك يا سيدي، واش ما كتعرف شي واحد الراجل سميتو مختار كان كيسكن في هاد الجوايه؟ انا راه فايت لي جيت عنده، ولكن تبدل عليا المكان، البنيت زاد وما بقيتش عاقل على الدار. قلت سميتو المختار؟ المختار ياش زعما كنيتو؟ المختار الزرقاني. الزرقاني الزرقاني، وفاش كيخدم؟ هو في الحقيقه ما خلى حتى حرفه، كاع الحرافي داز منهم، راه راجل طويل ورقيق. لا 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 لا، هذا اللي كان عرف انا قصير ومدكوك، حرفتو تريسيان، حتى هو سميتو المختار، والكنيه ما عقلتش عليها. على كل حال دخل داخل لهيه وسول مول الفران، راه اكثر من مقدم الحومه. ولا سير سير سول هذوك الدريري راهما جالسين حاضين غير اللي غادي وراجع. بالحق حضي راسك منهم، راهم برق ما تقشع. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك. كنتم في الاستماع إلى مسلسل التمثيلي كمل من عقد، تشخيص زهور المعمري، رشيد الحراق، أحمد ناجي، بن عبد الله الجندي ومحمد عاطف. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج حميد زيان. هذا المسلسل من تأليف محمد عاطف، إخراج الهاشمي بن عمر.